أعزائي المشاهدين والمستمعين، الله يسعد مساكم أينما تكونوا، نمسي عليكم بالخير بليلة زجل وفن وتراث فلسطيني. أولا الله يسعدكم وهدي بقى الشعب الفلسطيني، نحييكم معي طاقم العمل سويا، نحيي كل محبين ومتابعين برنامج زجل. الليلة بتكون حلقتنا يعني كما أقول فهي بالفعل حلقة تراث فلسطيني بامتياز، من زجل، من غناء، من تراث فلسطيني. لأنه الضيف اللي معنا وليس بضيف هو طبعا، يعني هو من حمل هذه الهوية ووصلها إلى الناس بالأسلوب الصحيح التراثي الفلسطيني، سواء بالحداء أو الزجل والغناء الموسيقي. فهو يعني أولا الأخ الصديق الغالي على الجميع مصطفى خطيب أبو ربيع، الله يسعد مساك، أهلا وسهلا بك. يسعد مساك أبو النور، يسعد مساء جميع المشاهدين. الله يسعدك وتشرفنا في وجودك الطيب. كمان معنا حبيب الكل الغالي على الجميع، اللي أينما يحل يحب وأينما يكون يحب، رجاء الديك، يسعد مساك، أهلا وسهلا بك، حياك الله، أهلا وسهلا، شرفتونا. وإن شاء الله بتكون حلقتنا الليلة كما عودناكم، أول شيء نعتذر على التأخير دائما مشان أذان وصلاة العشاء، هذا شيء واجب علينا. برنامجنا دائما تحت رعاية مطعم أبو نضال، كل التحية لأبو نضال وأولاده المحترمين اللفداء وإدوات الصحية، أحلى وأرقى أنواع الكرمة وإدوات الصحية يوجد عند اللفداوي، يمسح مساهم حبايبنا. حضورنا الطيب اللي خلف الزجاج بنحييهم، زملائي بهاء الجادة برسمي، عبد الله عارف، على أحمد جلاد، كل التحية لكم جميعا، بمسي عليكم بالخير وبنقول أهلا وسهلا بكم. نبتدي دائما في العتابة، نبتدي بالغناء بالتراث الفلسطيني. وأنا كما قلت وأقول كذا مرة، مصطفى الخطيب أبو ربيع إن سمى المطرب فهو مطرب، زجال فهو زجال، فنان فهو فنان، كمان حد حد. لأني أنا قبل ما أبدأ بالحلقة يعني بذكر أبو ربيع لما كان بالثمانينات بالزف، كانت الناس مش مبينة بآخر الزف والبوق، مش موصل الصوت للجميع. عمالك عمالك علينا أبو النور، عمالك هذا حقيقة، شفته الله يخليك، شفته أنا في عبد وبزبدة وفي حبيبي حبيبي. الله يسعدك أخي أبو ربيع، أهلا وسهلا بيك. إحنا طبعا مرفوع أي تكليف بيننا، إحنا أخوة قبل كل شيء، بدنا نبدأ ونتحف ونطرب الجمهور ونكيم دائما الغمامة اللي على قلوب الناس من ضغط الحياة وضغط الحياة السياسية والاقتصادية، نبسطهم في وجودك وإن شاء الله بكون مبسوطين. أهلا وسهلا بكم كمان مرة، حياك الله. علي القافية مش صعب جمعة، بكل شهر بكل يوم وكل جمعة، بتشكر لالله الجمعنا بغيك جمعة، بسهرة عز مع عالم طياب. حي الله حيو. تعلم والعقل بالعلم أهلو، إذا قبلوا فيك الناس أهلو، ترى الطيب كل الكون، ترى الطيب كل الناس أهلو، وأنا ما بين أهلي ولا أصحاب. حيو حيو يا مرحبا.
شبابك والله. طول كرمنا بقبل بدل غاية طيب البن، طول كرمنا نقبل بدل غاية طيب البن، المهيل بدلغا ولبست في مكارمها بدلها كرامة وبفتحوا للضيف باب. يا رب تحيلك يا رب تحيلك والله. دل على دل قهوة الضيف، دل على دل يا عمي، على النبي صلى يا الغالي، على النبي صلى يا عمي. رجب يا رب رجب. دل على دل قهوة الضيف عاشو. كفل 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 يا محبها أبو رصبي. دل على دل قهوة الضيف، دل على دل يا نانا، على النبي صلى زين العرسان، على النبي صلى يا لالا. ساحة على ساحة داري الفرح، ساحة على ساحة يا لالا، خيل الرماحة للغالي، الخيل الرماحة يا لالا. يلا ها ها أهلا برجاء أبو الديك الغالي على الجميع. طيبة على طيبة يا دار الجود، طيبة على طيبة يا لالا، طيبة على طيبة دار الفرح، طيبة على طيبة يا لالا. دار العمراني جينا غد، دار العمراني يا لالا، زين العرساني وحلى عريس، زين العرساني يا لالا. يا وردك دل على دل قهوة الضيف، دل على دل يا لالا، على النبي صلى الغالي، على النبي صلى. شيل يا با والعب أبا يا عمي. معلوم معلوم هيا قيد هما أبو صبحي وين. الله 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 أبو صبحي وين. أبو تمام طلي وشوفي يا هالنشمية، طلي وشوفي محلى السيوفي بيدك يا الغالي، محلى السيوفي. طلي وشوفي يا هالنشمية، طلي وشوفي محلى السيوفي بيدك يا الغالي، محلى السيوفي. عاشق وين كف يا ابو وين. هلا 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 العب صف الصفوف رجال ابو محمد، صف الصفوف ملك الضيوف بيت ابو محمد، ملك الضيوف. طلي وشوفي يا هالنشرية، طلي وشوفي محلى السيوف بيت ابو محمد، محلى السيوف. عاشق نجيني شربوا الكيهوة.
هاشمية طولي وشوفي محلى السيوفي بيض ابو رسمي محلى السيوفي ابو رسمي صبح وين يابا بركي الحلاكين يا زين حيوان يا زين وينو زين كلهم فرساني رجال ابو محمد كلهم فرساني مالو وسط الميداني وخيولهم تلعب وسط الميداني طلي وشوفي يا هالنشمية طلي وشوفي محلى السيوفي بيدي القالي محلى السيوفي لك عاش بخير الكرم ورجاله أبدع ناس والله خلاص يا كبار هلا 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 هل 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 شعراتك رد عرادة خلي شعراتك راسي ما خدرتي يا رد يا شعرينا العب كمان 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 يا عبدالله يا عارف عبر عرسك ردي شعراتك شعرك للنطر نظرة من عيونك ترفع السكر ردي شعراتك شعرك المنظر نظرة من عيونك ترفع السكر ردي شعراتك رد على ردك خلي شعراتك لا راس بخدها ردي ردي شعراتك رد على ردك خلي شعراتك راسي مخدها شعراتك ردي على الموضة نظرة من عيونك عملت لحموضة ردي شعراتك ردي على الموضة نظرة من عيونك عملت لحموضة معلوم بنعاون وين بنعاون اللي ما ريدو ما الله يقبل ولا عبيدو بدهم يعطوني للي ما ريدو ما الله يقبل ولا عبيدو وبيت بيصلي لدفع عشياجك باغب عثمالي كله عشانك يم العيون ردي شعراتك رد على ردك خلي شعراتك لا راس الخدة ردي شعراتك رد على ردك خلي شعراتك راسي ما خدة الله يبي راشد راح لوجيه براوي على نبي سعد والله أيهم حلو حلو لعنة القهوة تطيب لعنة دل يا عمي لعنة القهوة تطيب لعنة دل يا عمي لعنة دل يا عمي كلك مسكين بندل عليك حبيبي ابو النور الله يخليك الحلو في ابو ربيع يا اخوان يعني في مصطفى الخطيب يعني كل ما يكبر بعود شباب بزياده يعني انا بحده طبعا جيلي من جيله بس مبين اكثر من الشباب
حبيبي. يعني مش الناس أنا بحكي شايف يعني عيونك من نورك أبو النور من نورك. يعني ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية اللهم لا حسد. الله اللهم صل على النبي. وبنقول كل سامعينا يصلوا على النبي. نأخذ مكالمة. يلا مساء الخير. ألو مساء الخير. يسعد مساك. حياك كيف حالك؟ الله يحييك. وطر هذا شوي أو التلفزيون عشان أسمعك صح. تفضل 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 سامعينك السمع. أول شيء بحب أمسي على حبيبنا وشاعرنا وفناننا الزعيم الملك أبو ربيع مصطفى الخطيب. الله يسعدك. أي معك. نعم. يسعد مساك. يسعد مساك يا غالي. صالح اسعد كيف الحارس وهل كيف الحارس. الله يحييك. الله يحييك وحيي كل كيف الحارس محترمين. ابو ربيع لو كل يوم اثنين نسمع صوت ابو ربيع من عيونه. انا حاضر. حياتي له. يا ريت لو يسمعنا مقطع صغير بس من زريفة الطول. اكيد اكيد جاي زريفة الطول ودلعونة وجفرة كل انواع الغناء راح تسمعوه دي للتراث الفلسطيني ان شاء الله. كل احترام كل احترام لك في الحارس وكل حبايبنا في الجنوب من كفر الديت ودور لجاي. يا هلا يا هلا. حبايبنا كلهم بدي الزاويه. مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساك. حياك الله. مساك معك وليد ابو الروس. احلى احلى بربي حبيبي. حبيبي الله يسعدك. ابو ربيع يمسك بالخير يا حبيبي. مساء الورد يا غالي. يسعد مساك. ابو ربحي معك. الله يسعدك ابو ربحي. والله زمان عن قعداتك ابو ربيع. والله زمان عنك يا غالي. الله الله يخليك ويبارك فيك. مشتاقين لك. حبيبي حبيبي حبيبي. هاي ذكرك بها. الله يسعدك. يا ربي مشتاق لك اقسم بالله. الله يخليك وديمك يا ربي. نورت طول كريم. نورت المنطقة كلها. أصيل طول كريم منور باهلة. الله يديم عزك حبيبي. حبيبي حبيبي. أبو النور يمسك بالخير يا ربي. الله يسعدك يا أبو ربي. أنت غالي وصديق. يعني ليلة حلوة بوجود أبو ربيع. طبعا بمشاهدتك وحضورك لنا بزيد الجو بصير أحلى. أبو ربيع عندي أمانة الله. أصيل أصيل صاحب واجب. بارك الله فيك أبو الربح. بارك الله فيك عامر يا رب. حبيبي حبيبي حياك الله. كل احترام لك. مساء الخير. كلام مساء الخير. نعم. ألو مرحبا. معتز أبو صياح. يا سلام يا أبو صياح. بس الصياحش علي كثير. حيب قلبي يا معتز. الله يسعدك ويسعد أبو صياح ويسعد كل اللي بذيارك. بحيهم. بحبك. وأنا بحبك. وتحب مصطفى الخطيب؟ أكيد بتحبونا حبيبي. الله يخليك. حبيبي حبيبي يا معتز. أبو صياح تحية لكل جميع. الله يسعد كل جميع. أبو ربيع يعني يعني بدي طبعا إذا بدك تذكر كثير ملان بدي هيك بس موقف يعني صار معك يعني حلو في الـ في الـ بالأعراس أو يعني يا فاجأك يا ضحك اللي شافوا الموقف كثير. أنا متأكد كثير تعيد الذاكرة بدها كثير يعني. نأخذ مكالمة نرجع. طب مساء الخير. فكر بها. ماشي ماشي. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. يعطيك العافية أستاذ حسن. الله يحييك يا غالي. متهلين بيك. بحكي معك الأستاذ وجه وليد جلولي أبو خبيب. أهلا وسهلا أبو خبيب. يسعد مساك. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ حياك الله أنت وكل عائل كريم والحمد لله على سلامة. الأسئلة اللي طلع من كلك الحمد لله على السلامة جميعا. الله يسلمك. تحية إلى كل الأستاذ مصطفى الخطيب. حبيبي حبيبي أخبائي. الله يحييك. يسعد مساك يا مرحبا. كل دار جولة. تحية لك يا فنان فلسطين. الله يحييك. تحية تحية. بدنا نطلب مربع يا أستاذ مصطفى. تكرم أنتو دار جولة كلهم واللي سامعينك. تكرم عينك. بدنا بس بدنا إهداء نهديها. أبدأ أسمعي. تفضل. نهديها لابن أخوي براء الجلولي. كل احترام. مناسبة خطوبته. الف مبروك والله يهدي بالكم وان شاء الله عقبال. بدنا نسمع اسمه على المربع يا استاذ. تكرم وان شاء الله عقبال خبايب يا اخوي ابو خبايب. يسعد مساك احتراماتي. يلا. يعني انا صار معي مواقف يعني عفوي يعني الجمهور ذيك مش ضحك عليك او ضحوكي يعني ضحك على الموقف اللي صار. ممكن وانا نازل على المنصه فعطت ممكن واحد حملني وقعت وقعني يعني قصدي مواقف هيك فنيه بصير. سواء مع العازف من المطرب بصير الحركات هاي. صار مواقف يعني احنا يعني افراحنا كثيرة مواقفنا كثيرة فيها بتصير مواقف. نعم. بما الافراح طبعا اللهم صل على النبي. الافراح عندنا نوعين. في افراح بفلسطين بيكون العريس لابس بدلة ومصمود ومبين هذا عريس. نعم. وفي افراح عندنا بفلسطين انت تبقى مش عارف انه العريس بالضبط زي هالشباب اللي برا على كل العريس عسام. زي هالشباب لابس هالقميص والبنطلون ولا البلوزي وبنطلون كابوي مش داري عن حاله. نعم صحيح. فانا من طبعي انا من طبعي كمصطفى الخطيب بحب المسرح يكون للفرقه وللمطرب. صحيح وهو صحيح. بحبش
الجمهور يطلع على المنصة. نعم. المنصة هذه المسرح انعمل عشان الفرقة وعشان المطرب، لأنه في عنا مليون سلك، مليون كابل، مليون شغلة، أي شغلة بتعمل مشكلة، تعمل مشكلة وبصير عطل بالحفلة وبصير يلوموا علي الناس بالضبط وعلى فرقتي. نعم. فهون من طبعي أنا، الناس عارفين كلهم يعني في فلسطين 80-90% عارفين، 99% من الناس إنه أنا من المطربين اللي بحب أغني لحالي، الناس في لهم مسرح بيرقصوا نعم علي. نعم بالضبط، تحترم مهنيتك. فأحد الأعراس يعني أنا اللي بيجي على المنصة يعني بقول له لو سمحت يعني بعرف أنا بجيب له ثمر لك. فإحدى الحفلات أنا بقول شاب صغير هيك، بقول له لو سمحت حبيبي انزل على الساحة تحت، ولا بقول له أنا العريس. طلع العريس. بس حبا هيك أنا متأسف. نهض بك عبد الله. طيب يلا مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساك حياك الله. يمكن أشارك؟ أتفضل معك على السمع. يعطيك العافية أخوي نواف. الله يسعدك حياك الله. الله يسعدك، معك محمد من حجة. أهلا وسهلا بيك. حبيبي الله يرضى عليك. بطل أخونا أبو ربيع. بطل راضي أو التلفزيون. يسعد مساك حبيبي، يسعد مساك. يا مرحبا. الله يرضى عليك ومد بعمرك. وبحيي كل أهل حجة. خليك وتحية لحجة وأهل كلهم. منك موال. تسلم أخوي أبو ربيع. حبيبي. منك موال أبو أخوي أبو ربيع، كون على الآخر. تكرم عيونك، تكرم عيونك، حاضرين. يعطيك الصحة. الله يسعدك. الله يديمك. طبعا تحية مساء الخير، ناخذ مساء الخير مكالمة، يلا مكالمة ونرجع على القناة. مساء الخير. الو مساء الخير. اسعد مساك، اهلين، شو اخبارك ابو النور؟ الله محييك حياك الله. الله يسعد مساك احلى شعر. تفضل. معك ابو احمد يا ابو النور. اهلا وسهلا ابو احمد، اسعد مساك. ان شاء الله نفرح بكريم ونور وجميع بوجودك. بوجودك الله يبارك فيك حياك الله. من المسا حبيبنا ابو ربيع. هاي معك. يسعد مساك، يسعد مساك، يا مرحبا يا مرحبا. حمودي حنون معكم يا وردات. احلى حمودي حبيبي. الله انك انسان طيب ومحترم، ونفتخر فيك كاستاذنا، انت صوتك كان من اجمل اصوات فلسطين. حبيبي عمودي حبيبي، من ذوقك، من ذوقك عمي. الله يخليك. نفتخر في تلفزيون الفجر اللي بقدم لنا مطربين افاضل زيكم. الله يبارك فيك. اسمع منك موال الصديق، كان بحبه بصوتك صراحه. ان شاء الله ان شاء الله. السلام لحبيبنا بهاء الجلاد وجميع طاقم هيم بحيوم الفجر للمشاهدين والمستمعين، بنحييهم جميعا. ان شاء الله اخي حمود، اول شيء كل احترام لك، بنتشرف فيك بحلقه ان شاء الله عن قريب، وكل احترام لك وشكرا على اتصالك، تحياتي لك. كمان مكالمه ونعود للغناء. يلا مساء الخير يا رب النور. يسعد مساك حياك الله. شو اخبارك ابو النور؟ الله يحييك حياك الله يا هلا. مسي عليك وعلى زميلك مصطفى الخطيب. يسعد مساك حبيبي، يسعد مساك، يا مرحبا. الله يمسيك. طالب ابو غالي معك ابو النور. طبعا انا بدي احييك ما تحكي. الله يسعدك، بارك الله فيك. الله يحييك. طالب ابو هاني وعمار، اقولكم كل كل زنابل هذا حيه. الله يحييك. الله يحييك. حياك الله الجميع. الله يحييك. سلم سلم حبيبي. كل احترام. الله يسعدكم. كل احترام. طبعا احنا بناخذ مكالمات مش احنا نسمع الغناء الليله، احنا كل احترام، عارفين يعني الكم الهائل من المحبين لابو ربيع. وكمان بدي يعني قبل ما افوت على الغناء بدي ادعي ابو ربيع من عبر الاذاعه والشاشه والنت وكل المستمعين على مخيم الكرم في قاعة وقهوة الزعيم بسهرات طيبة مع الجمهور الطيب. طبعا موجود أبو رسمي أولا دائما، ندعيك في يوم اللي بتشوفه أنت. طبعا تنسيق مع أخونا أبو رسمي أربع ساعات وأربع يوم الأربعاء. حاضرين حاضرين إن شاء الله في أبو رسمي. تكرم. وأبو ربيع دائما يعني قبل ما يكون فنان فهو إنسان اجتماعي في درجة يعني أكيدة، اجتماعياته مع الناس وواجباته دائما ما بتخلى عنها، وكل احترام له لانه انسان من الناس ومن الشعب والى الشعب. حبيبي ابو النور. ومن هيك حبيبي. اسمه ملك الاغنيه الفلسطينيه التراثيه والطربيه. ونسمع وبدنا نسمع ونطرب الناس. تفضلوا. بارك الوطن والدار،
حب الوطن والدار. عشقناك يا فلسطين واحنا صغار، رضعنا حليب المرجلي يا امنا، نخط الضرب على منهج الثوار. رغم القساوي والمرارة والظلم احرار، نبقى يا وطن احرار. فلسطين يا اغلى وطن برواحنا، نبديكي لو يشوي الجسم بالنار. فلسطين يا أغلى وطن برواحنا، نبديكي لو يشوي الجسم بالنار. ومن دمنا نروي ترابك يا الأرض، ما نفرطش فيها ما نرضى العار. اسأل صار التاريخ عن شعبي بيقول، شعب المراجل شعب أبو عمار. اسأل صار التاريخ عن شعبي بيكون، شعب المراجل شعب ابو عمار. هذا عهدنا يا فلسطين المجد، عهد الشعب ما يوقف اعصار. فلسطين يا امي ويا روحي، فلسطين بكفيك جروحي. فلسطين لا تذلي ولا تهوني، فلسطين يا دواء لجروحي. يا رجائي فلسطين يا امن ويا روح، فلسطين بيكفيك جروح. فلسطين لا تذل ولا تهون، فلسطين يا دواء لجروح. فلسطين يا امن ويا روح، فلسطين بيكفيك جروح. فلسطين لا تذل ولا تهون، فلسطين يا دواء لجروح. فلسطين لا تذلي ولا تهوني، فلسطين يا دواء لجروحي. عاشور فلسطين كرمالك بنقاتل الأحرار عتراب القوافل. فلسطين كرمالك بنقاتل الأحرار عتراب القوافل. فلسطين يا أمي ويا روحي، فلسطين بيكفيك روحي. فلسطين لا تذلي ولا تهوني، فلسطين يا دواء لجروحي. فلسطين كرمالك بنقاتل الأحرار عتراب القاتل.
وافل فلسطين كرمالك بنقاتل الأحرار عترابك قوافل شعبك نادى بأعلى المنابر شعبك نادى بأعلى المنابر بالرايات لوح يا ما لوح علي راياتك علي علي راياتك علي أسمر يا بالكوفية اشبين الوطن علي اشبين الوطن علي جيل بالكوفية علي راياتك علي علي راياتك علي أسمر يا بالكوفية اشبين الوطن علي اشبين الوطن علي جيل بالكوفية عاشوا هلا الله 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 معلوم يا معلوم حياة التنام على شرطة والله لبيت كل المدن والهند والصين خليت راسي فوق معلوم وما نزلت عيني ومهما علي قسد أيامك يا الدهر يكفيني كل الفقر يكفيني يا أبو رسمي أني فلسطيني عالمجوز ندبك وانطي فلسطيني منطيح عالمجوز ندبك وانطي فلسطيني منطيح روسنا بالعلال يا جبل ما يهزك ريح ومين احنا فلسطينية والنخوة فلسطينية ومين احنا فلسطينية والكوفية فلسطينية وروسنا بالعلالة يا جبل ما يعزك اوي على حمد الجلال على امريكا يا الله حمد الجلال امريكا من الحدود لا الحدود كل شي برفيكي لا يعود من الحدود لا الحدود كل شي برفيكي لا يعود فلسطين أهل الصمود يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ومين احنا فلسطيني وعزتنا فلسطيني ومين احنا فلسطيني والكوفية فلسطيني وروسنا بالعلالة يا جبل ما يهزك ريح راجع يا بلادي يا دار اهلي وجدادي راجع راجع يا بلادي يا دار اهلي وجدادي لعلم كل ولادي يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما يهزك ريح ومين احنا فلسطينيين وعزتنا فلسطينيين ومين احنا فلسطينيين والكوفية فلسطينيين وروسنا بالعلالة يا جبل ما يهزك ريح فلسطيني ملين اسلام ومسيحيك بعون الله من تصريح يا جبل ما يهزك ريح يا جبل يهزك ريح ومين احنا فلسطيني وعزتنا فلسطيني ومين احنا فلسطيني والكوفية فلسطيني وروسنا بالعلالة يا جبل ما يهزك ريح أبو رامي محمد شلال على أمريكا بالوديها ولكل فلسطينيتنا الفلسطينيين الجالية الفلسطينية في أمريكا الله نحييهم الله على برشلونة يا أبو رامي
هلا ها قايدهم وين صبحهم صبحين يا جوز البك وانت فلسطينية منطيح المجوز هو فلسطينية منطيح وسنا بالعلالة ويا جبل ما يهز ريح يا جبل ما يهز ريح ومين احنا فلسطينية وعزتنا فلسطينية ومين احنا فلسطينية والكوفية فلسطينية وروسنا بالعلالة يا جبل ما يهز ريح يا جبل أبو عمار قالها يا جبل ما يهز ريح عاشو الله يعطيهم العافية كل احترام أخي رجائي يسعدك كل احترام لك سؤال قبل ما أبدأ بالمكالمات والاتصالات حبيبي أين نحن اليوم الأغنية الفلسطينية وأين اتجهت وأين صار الفنان الفلسطيني قبل الشاعر أو الزجال هل الذي بالأعراس هو إلنا صح ولا حسب ما ماشي الموضة ماشيين ولا احنا مقدينه صح بما أنك أنت من الناس اللي بتجاوب بالجواب بالحكمة وفي الواقع اللي عايشينه إيه اللهم صل على النبي في الأعراس أنت بدك تمشي حسب ذوق الناس صحيح هذا حكي ما في خلاف فاليوم في موضة بتطلع طلع الزمر بدك تمشي معه نعم طلعت الدحية بدك نعم. تمشي معها مع أنه إحنا كنا بنغني البدوية هذا التراث الفلسطيني البدوي بالضبط نعم البدوية هي الحداء الفلسطيني هذا الحداء الفلسطيني هو التراث والأصل نعم صحيح من زمن الأجداد 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 أكيد لكن أنت كمطرب وبدك تدور ولا رزقتك بدك تمشي بجميع حسب ما مطلوب جميع الاتجاهات والشوق المطلوب اللون المطلوب بدك تأدي نعم. بأي نعم منطقة لكن المطرب يعني اللي هو بيقرر بالتالي يعني اليوم أنا بحفلي بقدرش أغني أربع ساعات دحية يعني لا طبعا لا صحيح يعني مش معناته أنا بدي أغني الدحية بدي أغني كل الليلة دحية لا لا أنا لا. بالضبط يعني أنا بفرض أحسن. أنا بفرض لوني أنا بفرض لوني بقوة شخصيتي وبشخصيتي وبإدارتي نعم. إدارة المطرب للحفلة مهمة جدا هي الأهم هي الأهم نعم صحيح في عندك العرس فيه له أجواء فيه له بدك تعملها أكيد أكيد وأنت بتاخذ الناس وبتمشيهم زي ما انت بدك وبترضيهم بنفس الوقت بالضبط تبسطهم نعم. بالضبط وبتعطي اللي بدك اياه نعم بتعطي لونك وبتعطي البرنامج اللي عندك وبنفس الوقت بتنطيهم الشيء اللي هم طالبينه يعني لما بيطلبوا هم الزمر بدل ما يطلب الزمر بدل ما انا ازمر كذا فتره في ثلاث ساعات بالليل نعم. نعم صحيح انا بعطي زمر عشر دقائق برضي ارضيت الناس بالضبط نعم ممكن ارد ارجع باخر الليل انطيهم كمان خمس دقائق انطيهم ربع ساعه كل الليل انا ارضيتهم كل احترام صح دحيه بنطي انا عشر دقائق دحيه بنطي ربع ساعه بالوانها الوانها ما هي الدحيه عندك عشرين لون عشرين لون وعم بتزيد وعشرين لحن وكل يوم بتزيد طيب ناخذ استسمحك ناخذ مكالمات من المستمعين مساء الخير الو بك يا مرحبا كيف حالك الله الله يحييك والله بحك حياك الله وطي الراديو عندك او التلفزيون خلينا اسمعك صح وجاوبك والله عفوا يعني بعتذر يعني الصوت عندي بقطع مش واصل بلاش اجاوبك جواب مش كلش بمكانه يعني فاقول احترام للمتصل يعني والتحية والاحترام لاخي ابو نضال بكتابة تحية له وتحية لمطعم ابو نضال ابو القاسم ابو مصطفى ابو محمد طاقم مطعم ابو نضال احييكم ومسي عليكم بالخير تحيي لرعاة برنامجنا الليفداوي الأدوات الصحية كل احترام لكرامك أدوات صحية تحيي لك أخو أبو فادي وإن شاء الله عقبال ابنك وفرحته إن شاء الله عن قريب الله يهدي بالكم بال الجميع كل احترام إذن أغنية فلسطينية مش من ضفر عنا موجودة الأغنية الفلسطينية نعم. موجودة نعم. بكل مكان نعم. بكل فرح بكل مناسبة نعم بكل صحيح. مهرجان نعم صحيح ومع إبداعات فنانينا بيأدوها صح نأخذ مكالمة طيب مساء الخير الو مساء الخير يسعد مساك الو بجوز كارت خلص ويتصل على الخط لان كارته خلص معلش سامحنا نشحن لك كارت نبقى ان شاء الله اتصل على الجواب اعطوه كارت كل احترام يعني تحيه للاحباب اللي يسمعونا يعني كل التحيه اولا لحبيبنا واخونا واخو الجميع الفنان عائل جلاد على السمع له تحيه واحترام مني ومنك تحيه كبيره مساء الخير اخونا حبيبنا علاء الغالي
وكمان تحيه لشاعرنا الصراف الالي فيصل دواس. عاش الصراف الالي يعني احلى شاعر فيصل الدواس. واحنا بنحبه وبنفتخر فيه. تحيه كبيره يا حبيبنا. يعني الصراف الالي بتسحب هيك بتطلع من الاثاث بسرعه. وانا اشهد وانا اشهد. حيو بكر ابو لافي احبابي نور شمس كل احترام لكم جميعا. ناخذ مكالمه بدك تغني شو بدك تغني مربع ولا دحيه؟ لا بدنا نسمع الوان الدحيه. يلا سي رجائي. نعم يلا. أزياء الخلود العرايس مناسبة طول 38 عام على تأسيس المحل. نقدم لكم 38 موديل من بدلة الزفاف و 38 موديل من بدلة الخطوبة. احجزي بدلتك في 3/3/2018 حتى لو كان عرسك بعد 100 يوم فقط ب 350 شيكل. كله وين؟ بأزياء الخلود. يلا يا عرايس يا عرسان على أزياء الخلود 330 شيكل أي بدلة حتى لو عرسك بشهر 9 ب 330 شيكل. احجزوني اليوم عند أزياء الخلود. أحلى نور أبو ظن. يسعد مساكم حبايبنا جميعا. وانا بكره بدي انزل عندكم اجيب كل عرايس. يا نسمع يا جسمي من الجفا يا جسمي من الجفا يا ابو رامي ليش بعودو يا ابو رامي كفا يا محمد الجلاد يا ابو رامي عالوطن عودو ما ضلش قلبي يتحمل غياب يا عمي الله يعينها بشار نانا حيوة قلبي نانا وعلاء تحييهم أول كلامي بصلي على النبي الهادي محمد اللي عليه النور بزيادة أنا مالكم هذا لون اللون السامر نعم السامر مع التحية السامر الفلسطيني يا وردة يا أبو هاني يا طار أبو هاني كل احترام لكل جميع حبايبي كل احباب حبايبي أسامة بدير حبايب الجميع بحييكم لولا المحبة على قدامي ما جينا ولا دعسنا أراضيكم برجلينا واللي يحبك يجي لك على القدم ماشي واللي ما يحبك يكون لك عزين ما دريت شيء العب العب يا رامي العب معلوم الله هيا الغانم ها أول كلامي بصلي عن نبي الهادي محمد اللي عليه النور بزيادة هلا هلا ها ها هلا أبو خبيب وجر اضرب ضحى ابو رجائي واللي يحبك يجي لك عالقدم ماشي واللي ما يحبك يقول لك ما دريناك
زينة مسرية وينه زينة مسرية وينه حبيب قلبي العمر معلوم حبيب قلبي يا زين أبو التمام وزع ولع 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 هلا هلا عبد الله عارف بلاك مستحجيش عبد الرسمين يا كايدهم وع كريزو وع مصياح حبايبي عاشو 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 شباب فلسطين عاشو احنا الظاهر عمار كتاب ريف ونسكا ونسرمية بحييك كتاري وائل تو 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 يلا يا سلام يا سلام اي والله يا سلام لا تحسبوا البعد نساني طريق اهل نركب على الجن والحدهم على جناب هزنا بحييهم والله والشعروية واحلى كريم بنور كتاني بحييهم مرشوشات بالعطر يا دار الافراحي من القرون فولوا فيها المسك فواحي عاد فرعون وشويكي أوادم محترمين يا دار يا دار لو عدنا كما كنا لزينك بالورد والطيب والحنة يلا رجائي أبو صبحي صوت البارود أبو سامر يا واصل صباح الصباح ملك التاكسي يا أبو ارفع فوق 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 يا زين يا قلبي يا زين يا زين شعبي يا شعب الصمود بتضل تضحي وتجود لحتى فلسطين تعود من المية للمية صوت البارود وشفت السما مضوية ولا تحسب في السما رعود هدول فلسطينية عشو عشو العب 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 اطلع وانزل الا معلوم معلوم مشى مع ظهور الخيل وين اللي يعادينا وين ابد المثلث والجليل وغش وطب الغربيه وتسمع صوت البارود بارود. وشفت السما مضوية لا تحسب في السما رعود هذول فلسطينية هي 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 العب العب معلوم انزل اطلع احرق 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 يا سيدي بسام
محترم يا ابو ياسر الحين الله يسعدهم. روجر ولع ولع ها ولع يا بيي اربع ابو سريه حبايبي صوت البارود شفت السما مضوية لا تحسب السما رعود هذول فلسطينية. ابو كرم يا بنت كاسب ابو كرم عليك الثاني بحييك والله ونارين حبيب السيد ونارين حجر والميني دوب أقوى من الكلاشين كوب لما نوحد الصفوف بالوحدة الوطنية لو تسمع صوت البارود شفت السما مضوية حيو زين هالموجود عيد ميلاده يا خي هذا الوادي وادينا هاي الأرض إلنا هذا الشعب شعبنا هذا غناء غناءنا هذا إبداع إبداعتنا كل احترامي لك من أبو عوض لأبو ربيع بحييك تحية خاصة أبو عوض وبعت لك تحية ومش قادر يركض الخط يتصل بينا إحنا بنقول لك كل احترامك يا أبو عوض لك مني ومن أخي مصر الخطيب وأحلى وأروع قاعات فلسطين سرايا شيرين وبنقول لعزام الغالي وأخونا أبو طارق وكل حبايب يسعدكم ورب يعطيكم السعادة دائما والأفراح يظهرها دائما عندكم وكل احترام لحبيبنا دائما وملهمنا في الفرح الزائد دائما أبو رسمي صدقا هذا حبيبنا. يعني إله كل احترام ومع سرايا شيرين من حي أخونا وحبيبنا أبو عوض طبعا وعبد العرب حي كل احترام أخي أبو ربيع يعني الناس بيقولوا لي كثير أبو ربيع بحاور بقول أنا بحاور في حدود مشان نكون عقد الكلمة طيب آه. طيب بحدود يعني بديش أنا يعني أفتح كل باب عليه لو الاصطراف الآلي حتى
ما انا ما حدا بيقدر لي في التحدي طبعا، بس يعني بدت جد حدا ناخذ مكالمه. مساء الخير، يلا ماشي. يلا الو، سعد مساك. الله يسعدك، حياك الله. بحب اوجه تحيه بس لابو ربيع من مصطفى العبادي لخالد. الله يسعد مساك. يسعد مساك حبيبي، يسعد مساك خال حبيبي، منور. هلا خالي. هلا حبيبي، هلا. الله يخليك حبيبي. حبيبي يا خالي، الله يخليك الخال. تسلم تسلم تسلم. لا تغلب المياه بالمحاورة، بس بعينك الله زي دايما. لا بتذبحوا اللي بترجع يعني حدا. انت بدك يعني تخليه مشان يورط حرام. لا تورطوا معي، لا تورطوا معي، حرام عليك. الحاج شوقي، الحاج شوقي جنبي. مساء الخير يا خالي شوقي، مساء الخير يا حبيبي يا حاج، منور. الله يديم عليك الصحة يا رب. الله يسعد لعينك حبيب أبو ربيع. الله يسعدكم، تحية ليا عباد وتحية لزبدة وسيف المختار. بالتحية بقدرش أنا محلوش. تحية لسيف المختار حسكل. ولا حسكل لله بس أخوي وياسر وإبراهيم كل ياتهم خلاص. أبو سامي وللجميع. نعم نعم خلاص، كل احترام. مصلات مساء الخير يا إخوان. مساء الخير. يسعد مساك، هلا بيك. بنور كيف حالك؟ الله يسعدك، حياك الله. أبو عمير دواس معك. يلا محيك، هلا بيك، هلا. الله حيك. أحد أمس عبد ربيع عليك وعلى الفجر، أعتقد الفجر، وإحنا سامعينك وعلى عبدالله عبد الرسمي وعلى الشباب الجميع. حبيبي حبيبي، كل احترام لك. مين حلو إن شاء الله مع الفنان عبد ربيع. أنت غالي وبالغالي حبيبنا. بدنا يا بلاد يا بشتري طلب النشامة. شو صار معكم في اللعبة؟ طيب سلم على سلم على عمك ابو عمر واخو طبعا فؤاد دواس، اخوتي حبايبي فيصل دواس حبيبي الغوالي. سعد مساك الجميع. مساء الخير، مرحبا. الو مساء الخير يا طارق قوزح، تحيه لك بحييك. الو مساء الخير، مرحبا. بش خط على اللي بعده، تحيه لعلاء احمد الجلاد، برضه لازم نحيي هذا الغالي اللي وراء الكواليس دائما، يعني زميلنا في الهندسه، تحيه والاحترام له جميعا. إيه عبد الله حبيبي اخو برسمه، ناخذ الفوت على الغناء، بدناش نقطع، بدنا نفوت على الغناء ونقول ونسمع حسب ما بده اخي ابو ربيع. طيب خلينا نروح نعمل لنا شغله هيك الناس بيحبوها. الحواريه نعم، خليك تشارك معنا ابو النور. قرادي مربع بدنا نرجع حداية. خلينا نبدأ بالعتابة شوي، بتين ثلاث عتابة. يلا نسمع السمع حبيبي. ها طيب مد الحلقة لوين تخليها؟ للعشرة؟ على كل حال احنا لو ظل الصبح الناس بتبلش، انا بعرف ان شاء الله الله بيقدرنا الاخوان او شي حبايبنا من نوافينا، وان كان حيبك عسل اشربوا. شو بدك ابو رسمي؟ والله ابو ربيع كل يوم بكون متواجد، صح انا بعذره في ظروف المهنيه، بك فيها وجوه الطيب اللي معنا خلف الزجاج، كلكم بحييكم دون استثناء حبايبي، بحييكم جميعا. الله يسعدكم، وجودكم وجودكم بزيدنا بهجه وفرح. الله يحييكم ويسعد كل جميل. يلا نسمع. المجتمع صلى على النبي. معك انا معك. بين المجتمع نسعى لوحدي يا ابو النور، انا قاعد على كرسي الفن لوحدي. فن لمالك بالشارع ولعت. انا بالشام، انا بالشام يا عالم، أنا بالشام يا عالم لوحدي، بسموني من سلاطين الطراب. يلا اوف 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 اوف
أنا لقول الفن من غني لغني وما ظني أيام الفرح لغني يما أنا لقول الفن من غني لغني وما ظني أيام الفرح لغني لغني يا وانا في بلاد الغرب يا ابو ربيع لغني وتطرب الي كل العرايا يا واب معلوم الا البحر علي بيصرف التقدير ماله الشعر غيري ذكي بالفن ماله علي بيصرف التقدير ماله قال الشعر غيري ذكي بالفن ماله أنا الغنيت كل الناس ماله هنا وسرور ومحبة وطراوة يرجعوا أنا بوجود الناس بعلى قدر لي ولكل جوعان بيطعم قدر لي يما أنا بوجود الناس بعلى قدر لي ولكل جوعان بيطعم قدر لي قدر لي ما في شاعر ولا حتى ولا زجال قدر لي وكل من تحداني غلايا اذبح اذبح اذا افكارك بهالميدان تعبت اذا افكارك يا حسن كدان تعبت تحت جوانحي يا خال تعبان لك كلك على بعضك يا ابو النور ما بتجيش تعبان جايب صغير عندي من الجياب أنا العتابة من راسي بجيبي جيبي لك أنا العتابة من راسي بجيبي أول بالصباق إذا بركب بجيبك تحيا أبو ربيع تحيا أبو ربيع وقعد بجيبي وحتى علمك فنون العطايا يا فيهم ضعيف الحال يا خيي يا ويلي يا ويلي وبهمش أنا اللي بشعورك يا ابو النور أنا اللي بشعورك يا ابو النور بهالوقت شاعر إلي سيف العظام الظهر شاعر لو جابولي مثلك 200 شاعر بفرفطهم مثل حب العناوة طب اطلع لما انه بيحمل مجال درويش اسمع كل مهر وكل خياله والشايب حاله خيال يجي فرجيني حاله اسمع ابو رامي الجلال امريكا انا برشلوني وانت معي احلى ايوه يوسف الخطيب احمد سلغلي لشركه حضاره واحلى مزود للحضاره We'll be right back.
الحروب لما يسل السيوف وين اللي بتحداله ايوه والشايف حاله خيال يجي ويبين حاله والشايف حاله خيال يجي فرجيني حاله معلوم طلب النور باسمي حسنك الثاني ما واحد بتعداني وباسمي حسنك الثاني ما واحد بتعداني لما بنزل ميداني يا اهل الهم تعالوا الخطيب شاعر قدير مثله شاعر ما بيصير الكتاني لسه صغير على الشعر وزجاله ايوه حاله زجال يجي فرجيني حاله انا والشايف حاله خيال يجي فرجيني حاله يا معازيب شعري من راسي بجيب واسمعوا يا معازيب شعري لعيون بجيب شوفوا مصطفى الخطيب ريطو فالو عحاله شايف حاله زجال يجي فرجيني حاله والشايف حاله زجال يجي فرجيني حاله دواس وينك صرف علي شوي يا نبع وما فيها مي يا ابو النور اتهدى شوي يا نبع وما فيها مي انا الشمس وانا الفي انا الكون وزلزاله شايف حاله زجال يجي فرجيني حاله شايف حاله زجال يجي فرجيني حاله ول 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 للكلمة ويل الميل ويل 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 للكلمة ويل الويل مصطفى بنص الليل بتنطوز من خواله من خواله الخطيب شيخ الشعار مثله شاعر ولا صار ابو النور وكيف محتار وتخربط من خياله يجي فرجيني حاله شايف حاله زجال يجي فرجيني حاله شريكة حضارة فعلا كلها حضارة شريكة حضارة فعلا كلها حضارة أحمد سور غل العمارة فارس يعلى على خياله شايف حاله زجال يجي ورجيني حاله هلو والشايف حاله زجال يجي فرجيني حاله لما بنزل الساحات على ظهر العبيات ابو النور اربع نغمات في هالليلة راس ماله اهو البعل بحاله خيال يجي فرجيني حاله جاي يا اهل البلد جاي الي بداية ونهاية جاي يا اهل البلد جاي الي بداية ونهاية لو جابوا كل الحداي ما سلفوا بذياله هلا معلوم يا علي احمد الجنة عقبالك يا غالي الشعر والنغمة أنا الحكمة والكلمة أنا الروعة والبسمة والليل مع جماله على حمد الأقرع عود الله بحيها يا أبو رسمي بحيك عندي فني بتكتيك يا أبو رسمي بحيك عندي الفن بتكتيك حتى بعارض كفر الديك حسن ويصل مواله عاشو ابو رجائي يسعد مساك يا عمي ابو رجائي يسعد مساك رب الحيمة حياك شاعر إلك غناك ابو رجائي نياله بقلبي مين يا خيالي بتعلى الخير مصطفى يا احلى زميل يا نيال اللي قباله حبيبي يا اخويا احكي الثاني روح يا عسكر روح عسيف روح
يا نور عيني هذه مزحه يا خي كل الحفل يحلاله حلو القول والمزحه لا هلا وجوه المرحه يا اهلا وسهلا ومرحبا اللي على البلد لفوا لحاله عاشو يعطيك العافية يا بنور كل احترام حبيبي كل احترام بتوقع كفينا ووفينا للمستمعين والمشاهدين وأنا دائما بقول يعني بناخذ كم مكالمة وبنقول مساء الخير للي معنا على الخط سعد مساك مرحبا مساء الخير شو الأخبار الله يحييك هلا بيك بالصحة طمنا عنك أبو النور يا سيدي ألف بدون حلف ممتازة وعمي الكبير هيو بحدد حبيبي حبيبي الله يخليك الله يخليك بحيي كاهن عطا وبحيي عطا وبحيي عمري رب التمام وبحيي فاروق وانا بحييهم وانا بحييهم معك لانه محترمين مستاهل التحيه شيخ العرب طبعا انوه كم طبعا من عيوني تحية لأحبابه وزملائه وتحية لقهوة الزعيم للشرش والطيب ودائما عمران في أصحابها وعم أبو عاهد الكبير الصحة والعافية إن شاء الله لمخيم تركريم مخيم نور شمس ذنابي شويكي دائما على راسه وعيني دير القصون جاروشية الشعروية النزة غربية كريم ونور بحييكم بحيي كل المستمعين إلنا وتحية لزينة أبو سرية عيد ميلاد اليوم وروضة الملاك الصغير بحيها لأجلك ألو مساء الخير السلام عليكم عليكم السلام الله إذا سمحتوا يعطيكم ألف عافية أولا الله يسعدك وثانيا حابين نستضيف الأخ فوز الدواس في برنامجكم الحبيب وشكرا ودمتم للشعب الله يعطيكم العافية تسلم أول إشي كل احترام لإليك فيصل دواس طبعا لو ما استضافش يعني حلقته جاي إن شاء الله لقدام شوي كمان وفيصل بكل حلقة موجود معنا بالكلمة وبالتحية وبالتتابع وكل احترام لك والتحيات والاحترام ألو مساء الخير خلص الكرت الو ابو ربيع انا استميحك عذرا يعني استميحك عذرا يعني الوقت دائما انا بحب يعني انت قلت لسه بضيف انت الجمهور مطلب الجمهور لا يزال بسر النور حبيبي حبيبي نعم بدنا يعني شو مطلوب موال جدا حلو شو هو اكثر من مره اجت من الحق تصيح منين اجت تصيح هاي لابو ربيع يعني بغنيها بقول لك مطلوب بدنا ننهي بموال ننهي بموال للحبايب يعني ابو ربيع انا بجنبه وشايف الانبساط ولكن كل شيء له يعني محبه ماشي ماشي حي بعلاء وبها الله يسعدكم انا يعني الامر ان شاء الله منهي في انبساط الجميع نسمع الموال مره اجت من الحق امر من الحق تصيح والله يلا نسمعه نسمع يلا يلا على السماء الله الله قلت شبيت يا فلانة اجت من الصبح بتصيح قلت شبيت يا فلانة علامج من خطف لونك والشفة بلانة منهول زقنك قولي لي منين زغلانة علامج
من خطف لونج والشبه ببلانا قالت شريد احجي عندي خبر مو زين سمعت غريب تالي الليل راح بنشيل منها انا دور على صاحبك اليوم لصحابك لا الحب الصديق الوفي قدس كراماته فيهم صديقك اذا عندك ذهب او مال اصحاب الوفاء اصحاب الوفاء ابغى الزمن ماته على دلعون وعلى دلعون زيتون بلادي أجمل ما يكون محمد رامي وجب التامر حبايبي على دلعون وعلى دلعون بيبي الغرب الوطن حانو عدبج يا ابو عدبج عدبج أنا طلب الدبجي عاشور طيب يابا قهود الزعيم تسمع شو تبكي شو تبكي قهود الزعيم ابو قصيدو العب عاشور هاي خاصة ابو حي كلام سوي وحي كلام سوي عاشو ابو عمي هلا 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 بيك الدبيك مبروك وحلى رابي الكهوة الكلام حيهم شاعر يومي ابو التمام التمام الغانم حبايب عطا هلا هاي هون على هذيك عن وسيم مبارك ان شاء الله اكبر ارسل تحيه للبلدين وكل محبينك مبروك فيك يا غالي العين مولاي العين مولاي يا حباب لا ترحلوا ضلوا حوالي العين مولاي العين مولاي الليله بالفجر ليلي هنيه عاشور
هنيه يا ربي. شكرا لكم، كل احترام، وشكرا لتلفزيون الفجر ولكل الطاقم حبايبنا ابو رسمي ابو النور الغالي، كل الطاقم اللي معنا بنتشكرهم الله يخليهم. واهلا وسهلا بكم. انا بدوري باسم كل المستمعين والمشاهدين اللي على اليوتيوب باوروبا بدول عربيه بفلسطين في دول عربيه جميعا، باسمهم باسم الطاقم زملائي خلف الزجاج بهاء الجلاد وعبد الله عارف على احمد جلاد، بشكر حضورك أخي مصطفى صاحب القلب الطيب وصاحب الانتماء الصادق لفنك وتراثك وغنائك ومهنيتك، والاحترام لك، كل التحية قبل ما يعني أشكر رعاة برنامجنا رجاء الديك لوالدك الطيب، كل احترام لكم شرفتونا ولكم تحية واحترام. كفر الديك الطيب من يعاشرها يعرف هذه البلد بأهلها الطيبين المحترمين المهنيين كمان، ومني طبعا بشكرك جدا وهذا إشي بيشرفنا حبيبي. وبزيد ببرنامجنا نجاح وانبساط في هالحضور اللي حضرونا سواء على السمع سواء بالحضور سواء على المباشر سواء على الإذاعة. تحية كل احترام لرعاة برنامجنا دائما مطعم بنضال، لك التحية عم أبو نضال وأولادك محترمين أبو القاسم درويش دائما، كل إما مصطفى الخاطيب إما حسن كتان اللي غيرناه درويش، يعني بدك إياه أنت كنت، أنا بعرف كل مرة على مطعم عنده مطعم بضل بقول لي إما مصطفى الخاطيب إما حسن كتاني حفظها اللي قلناها بلون آخر حبوها يا عم حبوها طبعا أبو لطفي الفداوي الأدوات الصحية أحل الفداوي الفداوي بحية شارع المقاطعة منطقة المسلخ أحلى أدوات صحية وأقرمقة نخيم أول دائما أسعار رائعة معاملة طيبة عند أخونا أبو لطفي الفداوي. كل احترامنا لكم، نلقاكم إن شاء الله مع فنان مع زجال بهذا الوطن، وأنا بقول لكل فنان في وطننا ومتابعنا أو زجال إن شاء الله نتشرف بيك بحضورك، وأنا مني دعيت الجميع اللي ظرفه بسمح بلب الطلب واللي ظروفه ما بتسمح له الاحترام، لأنه كلنا احنا فنانين وهذا برنامج فني وزجلي، واللي بلب الطلب بحب انتمائه وفنه. دمتم برعاية الله وتصبحون على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.